الصيف في بلادي. الله يعطيكم العافيه. مسابقتنا يبغى لها حركه. يبغى لها حركه. شيل 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 العصب اللي على راسك. والله ماني متحرك، ماني خل العصب. لا لا تحرك تحرك. لا والله ماني مو على كيفك يا لا والله ماني تعال 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 ما انا خلق ما تبغى تتحرك. طيب توني قايم ولا تغديت، ما في غدا. افا خلاص انه من صح الغدا ما بقى. ما شاء الله تبارك الله. اول ناس شغالين احنا يا جزاير. احنا عندي مسابقه مره رهيبه، بس من اللي بيتفاعل معي؟ كلنا. يلا بنعطيه جوائز من الوالده. تستاهل امك حلوه اللبن. امك يا محسن اللي تعبت عشانك 9 شهور تركض انت براكب. يلا امك شو اسوي بعد شكرا الله. يما 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 ابي مسابقتنا ترقون انخلا اول واحد يرقاها يعطي العافيه. يما 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 يلا يما يما. ماما تحتريك تحتري هديتها في البيت حبيبي. يلا تحرك حبيبي. لا تحرك ماما تتحرك. ابراهيم ما رح رح فوق فوق ما يمديه. رح لعلوم تطيح يقولون طاح عشان أمه. آخر شيء خلاص. رح رح يقولون طاح عشان أمه. حبيبي يلا حبيبي يلا تنفكي يا حبيبي. يلا روح ماما تحتري ماما تحتري هدية. وصل. رح يا شيخ رح. يطلع شوي حلو خلاص آخرها. حلو خلا هديتك لك. لا إله إلا الله. أنا نتبت أول واحد اطلع ما يجيب إلا تركي. ليتني مثل النخل. أول واحد اطلع فلذلك انزل انزل انزل. حمس حمس يا اخي ظلم هذا المجموعه. انزل 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 ترى ترى نزولك هذا نزولك نزوله تجيب الا هطل. نزولك هذا بخساره. نزولك هذا بخساره. هذا يعتبر عقوق للوالد. لا لا طيب المجموعه الثانيه المجموعه الثانيه عشان المجموعه كثيره. ما عندنا 3 انخلات هنا قريبه. عندنا 4 انخلات. تلعبون انتوا لاعبين؟ تلعبون من يلعب يرفع يديه؟ ترقينا النخال يا اخي. تحرك اخوي الوالد يا اخوي امه رجال يا اخوي تكسر. لا مش انت تحرك والله. والله وصل لها الكويت. تعال بدون النخل يا حبيبي. انا سعد تركي سعد والله توسخت توسخت ملابس تركي. فاز فيها فاز فيها هذا اول واحد قلته. هي تحدي على من اللي فاز فيها؟ انا فاز فيها عبد الله عساف. خلاص يستاهل جايزه. طيب المجموعه الثانيه. يلا كمل من المجموعه الثانيه. بس بس شيل شيل الدريه بس الدريه بس عشان عشان ترقيها فوق. لا ما انا خل انا مراقي عشان يرفرف مكتب دوس. ترفرف رايه الدوس. هلا ابوي يلا الان تلعب وانت ترقينا نخل. اتقل في نفسك ابو زيد. لو حط رجله ما شاء الله وصل يا اخي. مشكله قلها ابو زيد. لو وقف جنب الخله ضيعت بين خله وابو زيد. انا ابي 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 ما شاء الله. ابي شيء ابي شيء. طب الخيمة كانت مدرسين الرياضة ذي خيمة. انا مدرس عرفت ضايق عليه المدير ما سوى شيء الا فترة. انا اللي عندك انا اللي عندك انا اللي عندي لك جائزة. وش وش هدي وش جائزتك؟ وتحدي وانا قابل تحدي. جائزة من طلعت ولا الحين؟ الحين الحين ترتبها تكلم احد يعطينيها اي شيء الحين اعطيك اياها. كيس رز وكيس طحين يا اخي. تعال مسابقة هنا ارقي النخل. الوالدة ما تستاهل تستاهل امك. اذا رقيت اذا رقيت نص الخانة والله لا اعطيك الساعة ذي. هذا وش الساعة الحين هذه؟ ساعة مالية بس. ليه يا شيخ؟ موز يا اخي. قاعد تقرن فيها لك ساعة وتلحس فيها تعطيها. لا والله ما كانت في فمي والله اني قاطعها بيدي والله. نذر انها غالية غالية غالية. قاعد تفكر اصعد. قاعد يفكر قبل. والله العظيم لا تفكر. شرع عندك الموز. ايوه. يلا. ولمتنا جميلة جميلة. يا عشان الطقم يلا. ها عشان الطقم قم. والله ما اطلع والله ما اطلع. شلون؟ انت بتطلع جنيه من امك. ابراهيم ابراهيم يوم الجاز ابراهيم والله. طيب قل الله. لا اله الا الله. تصعد ولا لا؟ انا من اللي يطلعون شوي؟ من اللي يطلعوا؟ انا قول قول. 3 بس؟ اقول اما قلت من شيء اقول 3 دولار سلطان اقول الثلاث جائزات تاخذونها كلكم. الله ياخذ هديه لامه. يعني فزت بالمطبخ وهديت امك. روح اطلع مع الباب قلها والله والله ما قاعد اتقصر مع المخدرات. كل الاشياء مره قويه. كاميرتي 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 وينها شباب؟ ابراهيم اختموا البرنامج. اختموا البرنامج خلاص. والله ما بقى شيء. عازل دخلته وعششت فيه. اول مستقبل وكلش واخذت الحين هديه امك 92 كل سويته في البرنامج خلاص. تفضل تفضل. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. انا الوداع. يلا مع ابراهيم. طيب مع ابراهيم. امك كلمتها اختك امس دقت عين وسفرت فينا. ما بقى شيء ما سويته طيب. البرنامج هذا يعطيك العافيه حبيبي. ويلا انت ابراهيم وانت كلكم ابراهيم. خذوا جوائزكم وودوها لامهاتكم. يلا يعطيكم العافيه. الى هنا اعزائي المشاهدين ختمنا هذه الحلقه. هذه كبرتي حلو. وش معنا؟